النوم لابن القيم رحمه الله معه حديث قال رحمه الله كما في زاد المعاد قال للنوم فائدتان: الفائدة الأولى سكون الجوارح وإعطاء النفس حظها وانقطاعها عن الهموم وعن الأشغال فيزيل بذلك الإعياء والتعب. الفائدة الثانية من النوم هضم الطعام ونضج الأخلاق التي تكون في باطن الإنسان، ولذا إذا نام الإنسان فإن للإنسان حرارة في بدنه، هذه الحرارة متفرقة في البدن، فإذا نام الإنسان غارت ونزلت هذه الحرارة إلى باطن الإنسان، ومن ثم فإن هذه الحرارة تساعد إذا غارت في معدة الإنسان تساعد على هضم الطعام ونضجه. ولذا لما نزلت هذه الحرارة بالنوم إلى المعدة قال رحمه الله فيحتاج البدن إلى مزيد دثار، يعني يحتاج في حال النوم إلى مزيد لحاف وغطاء، وذلك لأن ظاهر بدنه يبرد.